بأنامل رقيقة وقلوب مبصرة، تعكف فتيات كفيفات على صناعة مشغولات يدوية متنوعة من الحلي وأدوات الزينة والبخور والعطور بأنواعه، وتلقى هذه المنتجات إقبالاً من الناس على شرائها. أنا دخلت قسم العطر والبخور والزبد، الآن أنا صلحته زبد فرنسي على رأيس. الحمد لله أنا صلحت، بعت أول بداية شغلي بسنة، بعت يعني أكثر من خلطة بتاعت طوالي. بعد ما كملنا نتعلم الدورة مباشرة أقامت لنا الجمعية بازار، تم البيع يعني ما شاء الله. ثاني خطوة يعني بالبلاد وجنب جيراننا وأي عادي بأي مكان نسأل ندي له يشتروا. وكمان أقيم بازار هنا، البازار الأول كان بصنعاء والبازار الثاني كان هنا في إب. بعض هؤلاء الفتيات تلقين دورات تدريبية في صناعة هذه الأشياء، وبعضهن تعلمنها بمهارات ذاتية، إلا أن غياب الدعم وارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صنع هذه الأشياء جزء من معوقات كثيرة وصعوبات تواجهه مشاريع هؤلاء الفتيات الكفيفات، والتي تعد مصدر دخل لهن، ويجدن أنفسهن في أوقات كثيرة عاجزات عن تغطية طلبات الزبائن. ورد قماشية أصلا من الستان، وطبعا الصمخ والأقصاب، الأقصاب اللي حق عصير أو عيد عادية. تعلمت من ذات نفسي أحب الأشغال اليدوية، يعني أحب التزيين الأشياء الحلوة. أصلح أنواع الزبادي الذي هو قدامكم الآن، زبادي لبن العصفور، الشح، أصلح مخمرية لمسة حرير، مخمرية الشعر، مخمرية الجسم يعني، وأصلح بخورة، تنوع البخور مع الطرفرش. الدعم المالي هذه هي الصعوبات اللي تواجهني، يعني ينقصني مواد. أحيانا الطلب بالسوق مثلا، أو الطلب من الذي هم يعني أقول لك اشتهرت عن دهن يشتين حاجة، وما كنش موفرة فلوس، ما أعرفش عندي فلوس. ما نريده وما نبحث عنه أن نجد من يتبنى هذا المشروع لإعداد وتأهيل أكبر عدد من الطالبات بشكل مستمر، كي تغلبنا على الصعوبات وأن تصبح الكفيفة قادرة معتمدة على نفسها، ذات فاعلية وإنتاجية، بنفس الوقت أن تكون نافعة لنفسها وغيرها. ومثلما يبدعن في عمل هذه المشغولات، هن أيضا طالبات علم مجتهدات، وصلن إلى مراحل دراسية متقدمة، وحرصن على نيل حصتهن من التعليم باستخدام أدوات وطرق مخصصة لتعليم المكفوفين. سأستغل وجودكم معنا بأن أرسل رسالة سامية لمجتمعنا والمتابعين الكرام بكيفية تعلم الطالب الكفيف، وما هي أبرز الوسائل التي تسهل له طريقة التعلم. أولا، كما ترون هذه إحدى تسمى مكتبة، يتم فتحها بهذه الطريقة. طبعا الورقة التي يتم استخدامها تسمى ورق مقوى، يتم إدخالها بهذه الطريقة ثم إغلاق المكتبة بهذه الشكلية. طبعا من ميزة قلمنا الذي ترونه الآن، قلم مسماري، مش نفس القلم العادي، لا حبر ولا مداد، اللهم إنه قلم مسماري لا ينتهش. نبدأ بالكتابة بهذه الطريقة، تسمى هذه الطريقة أساتذتي بطريقة برايل نسبة لمخترعها لويس برايل. طيب، كتبق لنا أساتذتي وسيلة أسهل وأسرع في الطباعة، تسمى بآلة بيركنز، مستوردة من يعني من الخارج كالولايات المتحدة الأمريكية. طيب، سأقوم بالكتابة بهذه الطريقة. طيب، سأقرأ ما كتبت. هنا كتبت: الإعاقة هي عدم تخطي المعوقات. طبعا هذه الآلة أسهل، لأنه كلما كتبت حرف تستطيع لمسه بنفس الوقت. هذا طبعا المصحف الشريف، مكون من 6 مجلدات نظرا لكبر الخط. ما أحب أن أوصله للمجتمع بشكل عام أن الكفيف إنسان رائع مبدع، فقط عليكم فقط أن تمسكوا بيديه في الخطوة الأولى، تفتح له الطريق في الخطوة الثانية، ستذهلون عندما ترون أنه أصبح قدرة فاقت حد إعاقته. كونوا أنتم من يزرع البسمة ويدفع الهمة لمواصلة تعليمنا، لا تنظرون إلينا بنظرة الرحمة والشفقة، بل قفوا إلى جانبنا، فكل منا مكمل للآخر. إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، آية تتبادر إلى ذهن كل من يشاهد هذه الإبداعات، مما يجب تقديم الدعم والتشجيع لهؤلاء الفتيات اللواتي استطعن تحدي الإعاقة وكسر نظرة المجتمع للفتاة الكفيفة، وتحويلها من نظرة شفقة إلى نظرة إعجاب وانبهار.